النار الدنيا، ربنا كلكم منورين يخليك، الدنيا. ربنا لسه يخليك. مشجع الدرجة الثالثة؟ لسه اللي في مجلس الإدارة بروح وقلب مشجع الدرجة طبعا الثالثة وزياده كمان. وزيادة طبعا زادت؟ طبعا، لان المسؤوليه زادت، انك انت عضو مجلس اداره بتبقى عندك مسؤوليه زياده عنك، انت مشجع كمان، انت بتحس نفسك، مش بتحس نفسك، انت مسؤول عن فرحه الناس وعن حزن الناس، فطبعا لا الدنيا زادت، وصلت لمراحل يعني صعبه. وانا مشجع بيني وبينك، كنت بقول اللي انا عايز اقعد بقى في طبعا المدرجات، اقعد في البيت اقول زي ما انا عايز، ما حدش ليه حاجه عندي، لكن وانا مذيع بقت مشكله. طب انت بقيت قاعد مجلس اداره، مشكلة ما أكبر. تقدر تعبر بقى وتقول ولا بقى خايف؟ بنعبر في الغرف المغلقة، بنتكلم، بس في الآخر أنت بتحترم منظومة النادي الأهلي. أنت عارف مجلس الإدارة مفصول عن الكورة، وده حاجة مؤسسية بقى لها سنوات طويلة، وبحترم جدا ده، وشايف إن ده سبب من نجاح الأهلي يعني. مش سبب من طبعا اسباب نجاح من أهم الاهلي. أسباب نجاح النادي الأهلي، لأن أنت لو انتوا اعضاء مجلس الاداره ما بيبقاش عندكم كده؟ اه صحيح، موجودين وما بتسيبوش الفرقه وفي الرحلات وفي البطولات وفي المباريات وفي المناسبات، لكنه مش برضه ساعات بيبقى لكم راي، ساعات بتبقوا عايزين تقولوا حاجه، يعني لا لا خالص، احكي لي القصه بتبقى ماشيه ازاي لا يعني؟ ما فيش، ما انت بتتكلمش، كراجل ما اهلاوي يا سيدي. بتتكلمش في الكوره خالص، ما بتتكلمش جوه اوضه مجلس الاداره، ما بتتكلمش في الكوره. ممكن بقى وانت بره مثلا، لو على سبيل الذكية يعني، فكه شويه مثلا، تقول حاجه للكابتن بتاع، حتى بتبقى دايما على سبيل مثلا الدنيا تبقى هاديه وبتاع، ممكن تقول حاجه، تقول راي، لكن مش حاجه منظمه. مجلس إدارة النادي الأهلي ما اتكلمش في لا لا، ودي الكورة؟ طول عمرها كده، هي مش حاجه جديده. انا خلي بالك، احنا انتخابات 2017 كانت من 6 سنين، اول يوم اتقدمنا بورق الترشح اتلمينا كلنا في احدى الفنادق، واحنا كنا 6 جداد وستة قدام، اتقال لنا من اول يوم ان الكوره في النادي الاهلي مفصوله عن مجلس من الاداره بدري، خالص. لا، من قبل ما نترشح يعني، بقول من لك الكابتن خطيب. من كابتن خطيب واللي كانوا موجودين في الحمله وقتها، من يوم 20 اكتوبر 2017 يوم ما اتقدمنا للترشح. مش ما نجحناش احنا، بس اتقدمنا. ده لسه تقديم. خلي بالكم، لو باذن الله نجحنا الوضع هيبقى 1 2 3. طب احنا واحنا عارفين ده يعني، بس يعني اتاكد، يعني اتاكد طب لنا بتعبر الكلام. عن رايك في الكوره ازاي يعني؟ برضو لما تكون عايز مثلا في لا قدر الله اخفاق، خساره ولا حاجه، عايز تتكلم، لا عايز تقول يعني مش، تعيدوا مجلس اداره لا يعني. لا مش، ما بك ما بني حصل يعني، ما حصلش مواقف حصل فيها حاجه. يمكن انت عارف، مره من سنتين دخلت كتبت بوست وعمل مشكله في 2022، وكان غلط كبير مني وقتها. غلط طبعا غلط. جد. طبعا طبعا غلط غلط، عشان حاجات كتير يعني. اولا مش تيمة النادي الاهلي، والناس بقى اصطادت في المايه العكرة كتير في الوقت ده، فمش صح يعني. مش صح. انا بعترف ان انا عامه انا من النوع اللي لما بتتكلم بغلط جد ولا بتهزر؟ على ايه، لما بغلطان بعترف ان انا غلطان. ايه المشكله؟ والله وحرام. حاسس ان انت غلطت يعني. اي انا على طول، اي حاجه على طول، ما انا حدش أنبك ولا حاجه، كان من نفسك لا كده على لا طول ان انا ايه، ان انا ان انت كتبت يعني، وان انت لا لا خالص. انفعلت انا من نوع عامه، انا لما الاهلي بيخسر الدنيا بتسود في ده وشي صحيح. تماما يعني، في كل حاجه. بعد ماتش السوبر الاخير لقيته بيكلمني في التليفون، فانا ما اعرفش الصوت، بس انا عشان مسجل الرقم اهدى بقى، كنت منفعل جدا. لا لا رغم لا، ان انا انا اي هزيمه للاهلي بتبقى بالنسبه لي بتقفل الحياه، ومشاكل حياتي كلها تضرب في وشي يعني. يعني الاهلي بالنسبه لي زي ما يكون حاجه بتبنج حياتي يعني. يعني شغلك ده كله وحياتك دي لا كلها الاهلي ومشاكلك بالنسبه اللي لي، موجوده لا كل لا ده حاجه الاهلي بقول لك، زي ما بقول لك، الاهلي لما بيحصل حاجه بيفجر بقى كل المشاكل يعني. هو زي بالنسبه لي زي البنج كده بالظبط يعني. لحظات فوز النادي الاهلي بالنسبه لك قمه السعاده. طبعا.